طبعا هناك الاعتداء على التظاهرات السلميه وعلى المسيرات السلميه، هو يعني الحق في الاحتجاج السلمي اللي هو حق مشروع وحق يعني منصوص عليه حتى في الاعلان العالمي لحمايه المدافعين عن حقوق الانسان، والتدخلات يعني القمعيه بشكل يعني اللي هو عنيف وبشكل اللي هو غير مبرر وغير متناسب، هذه طبعا كتدخل في اطار انتهاكات ديال حقوق الانسان وديال الحريات، وما يمكن الا الادانه ديالها، وبانه الحق في الاحتجاج حق مشروع وخصو يحترم، وخاصه عندما يكون سلمي، وهذا يعني شفناه يعني في جميع مناطق المغرب، وشفناه بشكل كبير اكثر مؤخرا ضد الاساتذه اللي دينا فرض عليهم التعاقد، اللي تعرضوا عده مرات لا في الرباط ولا في مدن اخرى للاعتداء الجسدي واعتداءات خطيره على حقهم في التظاهر. الجمعيه كتناضل من اجل ان الدوله تكون في مستوى التزامات ديالها، لان حنا ما كنطالبوش الدوله باش دير شي حاجه يعني حنا كنتخيلوها وكنجبوها من السماء، حنا كنقولوا الدوله انت موقعه على العديد من الاتفاقيات الدوليه لحقوق الانسان، خاصك تلتزمي بهذه الاتفاقيات وتطبقيهم، خاص القوانين ديال المغرب يكونوا ملائمين مع المضامين ديال الاتفاقيات، وخاص الدوله المغربيه تحترم القوانين اللي كدير فاش كيكونوا متلائمين ايضا مع سميتو بما فيه الدستور، بما فيه الان الدستور يعني برغم انه على علاته رغم انه ما فيه الا بعض الحقوق وبعض الحريات فهو رمي جانبا، والدوله والسلطه تمارس سياسه لا علاقه لها حتى بالقوانين التي تسطرها هي. اذا المطلب هو اولا تكون الدوله في مستوى غير الهضره اللي كتقول التزامات، كتصادق، كتهضر، كدير واحد الخطاب رسمي، تكون في مستوى وتحترم هذه القوانين، طبعا اطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين، واحترام الحق ديال الدفاع على حقوق الانسان، واحترام الحق في التنظيم، الحق في التجمع السلمي، الحق في المسيرات السلميه وفي الاحتجاج السلمي، واحترام جميع الحقوق بما فيها الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، لان هاد الناس اللي خرجوا، هاد المتعاقدين، راه ما خرجوش فقط على اجورهم ولا وضعيتهم، خرجوا من اجل المدرسه العموميه اللي هي مؤزمه واللي هي منهاره واللي ما بقاش عندنا تعليم عمومي، وهذا حق اساسي. اذا الحقوق ليست فقط في الاحتجاج والاجتماع والتنظيم وغيره، ولكن كذلك الحق في الصحه، الحق في التعليم، الحق في السكن، والى غيرها من الحقوق والشغل والتغطية الاجتماعية، إلى غير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذا دليل قاطع، دليل قاطع على أن هنالك رجوع قوي للعصا. يعني هنالك المخزن لم يعد يعالج هذه الأمور إلا بالمقاربة الأمنية، بالمقاربة الأمنية، وشيء خطير جدا. يعني لا أحد يشك في أن هنالك تراجع خطير، خطير جدا. وكما قلت فالسبب هو أنه كان أولئك أنصاف الحلول، هنالك الإفلات من العقاب. لو أن الجلادين عوقبوا وذكرت أسماؤهم وجيء بهم على غرار ما وقع في إفريقيا الجنوبية مثلا، نحن لا نطالب بالانتقام، أنا شخصيا لا أريد الانتقام، ولا أريد، لأن الدولة لن تبنى بالحقد والضغينة والانتقام. فقط لو جيء بالجلادين وتصافحوا مع الضحايا و يعني اخذت الدولة القرار الصارم على عدم الرجوع الى ما كانت تقوم به في السابق، لا لخاف الجلادون ولخافوا من المساءلة، ولكن بما انها سكتت عن اسمائهم فهو ده نوع من التشجيع، نوع من التشجيع، وهذا ما حدث. لهم يعني حصانة كاملة، والرجل الأمن الذي يتمتع بالحصانة الكاملة فهو مرشح لفعل اقتراف جميع الجرائم الممكنة بدون هيبة ولا خوف. الأمثل هو الديمقراطية ولا شيء غير الديمقراطية. الديمقراطية بمعناها الحقيقي بالمعنى الكامل للديمقراطية هو فصل السلطات، فصل السلطات، وبدون هذا لن يكون أي تقدم، أي تقدم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.